بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام والخالدة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم أجمل الترحيب وأسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا الكرام بكل خير وبكل بركة، مع انطلاقات الصغار ومع منافسات المفاريد في هذا اليوم السبت الموافق 25 من فبراير لعام 2012. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انطلاقة الشوط الرئيسي لفئة المفاريد بكار، والرحلة هي 1500 متر الذي تحتضن مسار هذا الشوط. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، مع الانطلاق الأول والتميز الأول في هذه اللحظات مع أول المنطلقين مع صدارة الشوط، هنالك تبارك لعلي بن جابر الشمري مع أول المراكز في هذه اللحظات، نقلة مباشرة مع ثاني المراكز التواصل مع الخزيل المبارك بن سالم المري مع ثاني المراكز، المركز الثالث هنالك الشاهينية صايل بن زايد العتيبي متواصل بشعاره مع ثالث المراكز، المركز الرابع هنالك تحذير للسيد ناصر بن فهد الهاجري، وخامس المراكز سمو للسيد علي بن جابر الشمل. إذن مشاهدينا متابعي الكرام، الخمس المراكز الأولى بالوفاء والتمارسة تحمل القوة والإبداع، تحمل الانطلاق الأخير والتحدي الأخير مع تبارك، من تسيطر من تحافظ على صدارة الشوط مع علي بن جابر الشمري، من يصل بهذه اللحظات مع السمو لتصل مع ثاني المراكز، هنالك التبارك والسمو أيضا لعلي بن جابر الشمري، وهنالك الشاهينية لصايل بن زايد العتيبي مع ثالث المراكز، المركز الرابع تحذير مع رابع المراكز لناصر بن فهد الهاجري، وخامس المراكز هنالك الغزير لمبارك بن سالم المري مع خامس المراكز، هنالك سمو تتسلل نحو صدارة الشوط. اللحظات الأخيرة، الانطلاق الأخير، التحدي الأخير مع علي بن جابر الشمري وسمو، هنالك تبارك مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة تهانينا وألف مبروك لعلي بن جابر الشمري على فوز سمو في المركز الأول، وأيضا تبارك في ثاني المراكز، ثالث المراكز تصل الشاهينية لصايل بن زايد العتيبي المركز الرابع، والخامس هنالك تحذير لناصر بن فهد الهاجري. مشاهدينا متابعي الكرام، تهانينا وألف مبروك للسيد علي بن جابر الشمري على فوز سمو في المركز الأول، تهانينا وألف مبروك، واستدعكم الله مع الشوط الغادم.